صراحة الاتحاد المهم زمان يعني حطني بين خطي راح الأول مولانا الشيخ محمد عبد العزيز ثم الأستاذ مسعد أبو فجر والأستاذ حجاج أبو حجاج هدول فيعني طبعا هقول إيه يعني وكل الناس اللي جاية دي جاية تسمع الأستاذ حجاج والأستاذ مسعد اسمحوا لي يعني مش هاخد من وقتكم كتير عشان نستمع جميعا لأحلى الكلام إن شاء الله بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الأديب والمفكر الكبير حجاج أدول. وابن سيناء العزيزة الأستاذ مسعد أبو فجر. أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور. ممثلي الاتحادات والروابط والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والشباب والقوى الثورية والمرأة من أبناء النوبة وأسوان الأعزاء. الحضور جميعا، في البداية أتوجه لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف. اللهم اجعل ايام مصر كلها اعياد وافراح. يسعدني ويشرفني ان التقي بهذه الكوكبه من ضيوفنا الاعزاء الذين يشاركوننا في اسمى واعظم مهمه وطنيه خلال هذه المرحله الهامه من تاريخ مصر المعاصر. ونحن نتطلع معهم لصياغه مشروع للدستور الجديد والذي يعتبر الخريطة والمنهاج لإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تشرق فيها شمس الحرية والعدالة الاجتماعية لتلبي طموحات وأحلام المصريين في مستقبل مشرق مليء بالطموحات والأمال، وهو الذي لن يتأتى إلا من خلال إرادة شعبية حرة وحوار مجتمعي صادق وشفاف يضمن توافق وطني يحقق ما نصبو إليه داخليا وخارجيا. لتشهد كنانة الله في أرضه معها تغيرات حقيقية وآفاقا جديدة من النهضة الشاملة، ليمثل الدستور الجديد رمزا وتجسيدا حيا لصمود شعبنا العظيم أمام التحديات وقدرته على مواجهتها مهما بلغت ضراوتها وقوتها، لتبقى دائما مصر فوق الجميع. الجمع الكريم، ان ثورتي 25 يناير و 30 يونيو لم تكن ابدا انتفاضه شعبيه، ولكنها صحوه كبرى في تاريخنا المعاصر. عكست توحد الشعب وابرزت اصالته وقوته وولائه وحسن انتمائه للوطن، لتعود بذلك مصر ام الدنيا لبريقها ومجدها العريق الذي كنا ولا زلنا نتباهى به امام العالم اجمع. ومن اجل الحفاظ على مكتسبات هذه الثورات العظيمه بعيدا عن الاختلافات السياسيه والعقائديه والايديولوجيه والفكريه، لاننا جميعا مدعوين للخروج من اجل التصويت بنعم على الدستور الجديد، للخروج بمصر من هذه المرحله الانتقاليه برؤية شاملة تحقق تطلعات الشعب في الوصول إلى حياة آمنة وعيشة كريمة. ومن أجل تحقيق الإنماء والتنمية لهذا الإقليم وتلبية مطالب أبنائه ورد حقوقهم وخاصة أهلنا في النوبة، فالدستور الجديد أقر لأول مرة في المادة 236 بالتزام الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، لأنه دستور يؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وليثبت بأن الدولة حريصة على الاهتمام بأهل النوبة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. عليهم كافة الواجبات ولهم كافة الحقوق ومنها حق الحياة في أي بقعة على أرض مصر، كما أن عليهم كافة الواجبات لأننا
النوبة بمخزونها الحضاري والتراث العريق، تعتبر رافدا هاما من روافد الحضارة المصرية الشامخة عبر العصور. فالنوبة تمتلك روح الأصالة والتراث الإنساني، كما إنها ستظل هي السد المنيع لحماية تراب الوطن والزود عن حدوده الجنوبية، لتبقى واحة للاستقرار ونموذجا للوفاء. الأخوة الأعزاء، إن الباب مفتوح الآن أمامنا للوصول لمستقبل واحد يحقق معه الرخاء والعدالة لجميع المصريين دون تفرقة أو تميز أو تفتيت. نستطيع من خلاله استعادة مكانة مصر وريادتها كدولة مؤسسات داخلياً ودولة محورية خارجياً، لنثبت بذلك أمام العالم بأننا شعب قادر على تحمل مسؤوليته من خلال توحيد صفوفه وحفظ قيمه ومبادئه وصيانة ممتلكاته وحفظ تراثه، ونؤكد بأننا شعب خلق ليبني الأمجاد ويحمي أرضه وإنجازاته، وليضرب هذا الجيل القدوة والمثل في حماية المصالح العليا للوطن، ويحافظ على هويته وترابطه ووحدته. وفي النهاية أتقدم لكم بوافر الشكر والاحترام والتقدير على دعوتي لمشاركتكم في هذا الملتقى الوطني الهام، والذي يعطي القدوة والمثل في إعلاء المصلحة العليا للوطنية. عاشت مصر حرة أبية بفضل رجالها المخلصين وأبنائها الأوفياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر الأستاذ إبراهيم اللي قدمني لحضراتكم، والكلام اللي هو عن سيدنا عمر. سيدنا عمر قال إيه؟ إن الرعية ما بين لمحي والبصر، مجرد بس إن هو يغمض ويفتح عينه. يا ليت من ولدت عمر قتلته في عهد الصغر، عشان ما يتحملش مسؤولية يسأل قدام ربنا عليه. ضاع الرجاء المنتظر اللي هو الجنة، أهلكت نفسك يا عمر، اللي أنت أهلكت نفسك بنفسك.